السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 9 نوفمبر 2022. ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي سجل بعض التراجعات الطفيفة إلى مستويات 109.62، وذلك مع إظهار النتائج الأولية للانتخابات النصفية الأمريكية، تقدم الحزب الجمهوري مما قد يجعل المجلس النواب بأغلبية جمهورية، وقد يكون هناك انقسام في الكونجرس أو مجلس الشيوخ بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ولماذا انخفض الدولار الأمريكي؟ الإجابة بكل بساطة لأن الجمهوريين يستطيعون، يعني في بالنظر إلى حكم الجمهوريين السابق، التحكم في الميزانية وتحسين الأداء الاقتصادي، ويميلون أكثر إلى الخطط الاقتصادية، وعادة ما يشهد الدولار تراجعا في عهد الجمهوريين، وتشهد الأسواق الأمريكية ارتفاعا قويا في تحت إدارة الجمهوريين. وبالتالي النتائج الأولية عندما أظهرت تقدم الحزب الجمهوري كان هناك يعني ردة فعل من الأسواق بتراجع الدولار الأمريكي، ولكن لم يعني تحسم كافة الولايات بعد النتائج الأخيرة. ولكن هذا بشكل عام في حال فوز الجمهوريين أو تقدم الجمهوريين، يهدد ذلك مستقبل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وقد يكون هناك عودة للحزب الجمهوري بعد عامين مع انتهاء ولاية جو بايدن، وقد نشهد المزيد من التراجع في الدولار الأمريكي إلى مستويات الدعم التالية، إلى مستويات 108.82، وتليها مستويات 107.70. على المدى القصير لا تزال النظرة البيعية قائمة، ولا شراء للدولار الأمريكي إلا في حال العودة أعلى مستويات 110.50. وطبعا أؤكد من جديد أن الأسواق تنتظر بيانات التضخم المقرر صدورها غدا. في حال أظهرت البيانات قراءة أعلى من المتوقع، قد نشهد ارتفاع في الدولار الأمريكي ضمن حركة تصحيحية على المدى القصير فقط، وفي حال جاءت القراءة أقل من المتوقع سنشهد استمرار للهبوط الحالي بالنسبة للدولار الأمريكي. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار، نراقب إغلاق الشمعة اليومية اليوم، ولكن أيضا يفضل انتظار الحركة السعرية بعد بيانات التضخم غدا. في حال فشل اليورو دولار في اختراق مستوى المقاومة 1.00895، من المتوقع أن نشهد تراجعات قوية لليورو دولار إلى مستوى 99.79. وفي حال اختراق تلك المستويات، قد يمتد الارتفاع إلى مستويات 195 على المدى المتوسط. وبالنسبة لتداولات السين دولار، أيضا لا توجد إشارات تدل على البيع في الوقت الحالي. مستويات الدعم التالية ستكون قرابة المستويات 1.1330 في حال التراجع، مستويات المقاومة ستكون عند مستويات 1.1650، ولا توجد فرصة لدخول صفقات في الوقت الحالي، ويفضل انتظار اختبار خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي قبل الدخول بالشراء. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، بعد استقرار التداولات أسفل المتوسط المتحرك على الإطار الزمني الـ4 ساعات، من المتوقع أن يعني يحتوي مستوى الدعم 145 التراجعات الحالية. في حال كسر هذا المستوى، يمتد التراجع إلى مستوى 143.50. وبالنسبة لأسعار الذهب، وبعد تراجع الدولار بشكل قوي وإظهار نتائج الانتخابات تقدم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، من المتوقع أن نشهد المزيد من الارتفاع في الذهب إلى مستوى 1730، ولكن تلك المستويات ارتد منها الذهب هبوطا في 12 سبتمبر الماضي، وثم هبط مرة أخرى في 4 أكتوبر الماضي. ولذلك في حال تكون شموع بيعية على الإطار الزمني اليومي قرابة تلك المستويات، قد تكون فرصة جيدة لبناء تمركزات بيعية على المدى المتوسط، ولكن في الوقت الحالي لا يفضل بيع الذهب على المدى القصير. وبالنسبة لتداولات الداو جونز، أيضا من المتوقع أن نشهد بعض الارتفاعات كما أشرنا بالأمس إلى المستويات 33200، من المتوقع أن نشهد ارتفاعات قوية في حال تقدم الحزب الجمهوري أيضا مرة أخرى، من المتوقع أن نشهد بعض التداولات العرضية في حال استقرت التداولات ما بين المستويات 33000 والمستويات 33190. اختراق هذا النطاق العرضي سيدفع المزيد من الارتفاع إلى مستويات 33355، أما في حال كسر هبوطا من المتوقع أن نشهد تراجع إلى مستويات 33850. وعلى المدى المتوسط والقصير، يفضل الالتزام بإدارة المخاطرة في ظل التقلبات العنيفة التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي. وبالنسبة لتداولات أسعار النفط، كما نلاحظ على الإطار الزمني 4 ساعات، يقترب النفط من اختبار خط اتجاه صاعد على الإطار الزمني 4 ساعات والمتوسط المتحرك قرابة مستويات 87.55. في حال إعادة اختبار هذا المستوى،
وتكون قاع عند تلك المستويات ستكون فرصة للشراء، مع الحرص على وضع أوامر في الخسارة عند المستويات 85 وجني الأرباح عند المستويات 92.80. أما في حال كسر خط الاتجاه والمتوسط المتحرك من المتوقع أن يمتد التراجع إلى مستويات 85.36 دولار للبرميل. كانت هذه نظرة سريعة على الأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.